كيفما كانت تجربتك في تربية طيور الكناري كبيرة، فتأكد في موسم تزاوج الكناري ستصادف حالات ومشاكل لأول مرة. أنثى بكرية تضع البيض دون أن تجمع العش، أنثى تتخذ وضعية التلقيح لكن لا تبني العش. هذه وأسئلة عديدة هي أسئلتكم، سنتطرق إليها في هذا المقطع لكي تعم الفائدة على الجميع ولكي تعرف كيف تتصرف في ظل هذه الظروف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بجميع، مرحبا بكم كاملين، نتمنى تكونوا في صحة جيدة أنتم والأهل ديالكم والطيور ديالكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما ندخل في المقطع وكالعادة الشكر جزيل لكم جميعا على اللايك والإعجاب بالفيديوهات، المشاركة ديالهم مع الأصدقاء والتعليق ديالكم الجميلة والمحفزة، شكرا من كل قلبي. كيف ما قلت في مقدمة المقطع، فراء المقطع ديال اليوم هو عبارة عن أجوبة ديال الأسئلة ديالكم اللي خليتوها في المقطع السابق، ومن هنا كنوجه الشكر والتحية للأصدقاء كاملين اللي خلاو الأسئلة ديالهم في التعاليق. بهذه الطريقة هذه من اللي غادي نجاوب عليها في الفيديو، فراء الفائدة غادي تعم على الجميع. السؤال الأول يقول: عندي أنثى بكرية تتخذ وضعية التلقيح لكن لا تبني العش، فقط تسقط مواد التعشيش في أرضية القفص، ما الحل؟ شكرا الأخ على السؤال. هنا عندك حلين، يا دخل الذكر على الأنثى باش يلقح الأنثى، بمجرد ما غتلقح الأنثى فعندك بين يومين إلى 7 أيام لوضع البيض، هادشي اللي كنا قلنا جاوبنا عليه في المقطع السابق ديال سلسلة الأسئلة والأجوبة. فرهنا الأنثى بمجرد ما غادي تكون صافرة غادي توضع البيض، فرها غادي تبني العش بسرعة، والذكر فراه هو حتى هو غادي يحاول يوضع الخيوط في العش، وحتى انت حاولت تعمل واحد جوج ولا ثلاثة ديال الخيوط في العش. الى دازت واحد يومين او ثلاثة ايام شفتي هاد الانثى ما كتبنيش العش، فراه ممكن تعمل واحد الحاجة اخرى، غادي تجبد انت داك العش وغادي تحاول تلف انت العش، انت تبني لها العش وتحطه. فراه كاين انثى غادي تقبل بداك العش وكاين انثى اللي غادي تخرب داك العش، ولكن مجرد ما تخربه غادي تبدا تبني في عش اخر ديالها من بنائها الخاص. فراه هنا هادشي عادي كيوقع مع الاناث البكريات، يكونوا ما كيعرفوش يبنيو العش. هنا دائما كننصحو يكون مع انثى بكريه يكون معها ذكر سبق له تزاوج باش كيساعدها في بناء العش وكيوريها المكان فين توضع خيوط التعشيش. هي هادي مازال ما عرفاش، ولكن راه القضيه سهله بهذه الطريقه هادي، أو لا غادي تخلي الذكر ما تدخلوش عليها وتخليها حتى تبنى، حتى تبدا عفوا تبني في العش، ومن بعد كتدخلوا ليها باش تتفادى ان الانثى ترمي لك البيض في ارضيه القفص او لا تحطه في العلافات ديال الاكل. السؤال الثاني: انثى تتبع الذكر والذكر يهرب خائفا منها. هنايا عندنا جوج ديال الحالات، يا الانثى كتبع الذكر خصها تضربو لان الانثى ما كتبعش الذكر باش تزوج معاه، كونوا متاكدين من هاد القضيه هادي. فراه الانثى اذا كتبع الذكر فراها باش تضرب معاه، وهنايا الذكر كيكون باقي يعني هذا اكيد كيكون ذكر بكري صغير في السن وباقي ما جهش 100%، يعني هذا كيكون واحد النوع من الشجار بين الذكر والانثى. وبعض الحالات كتلقى بان الذكر يتبع الأنثى وهي كتهرب منه، كيكون بعض الساعات الذكر جاهز وكيبغي يلقح الأنثى وهي باقي ما قبلتش به. هنا يا أخي غادي تفرق الذكر عن الأنثى كيف ما كنقولوا دائما، غادي تفرق بهم وتعمل ذاك العازل الشبكي، يشوفوا بعدهم يعرف بأن الأنثى راه في الجهة المقابلة وهي كتعرف بأن الذكر في الجهة الأخرى. هنا يا غادي تخليهم لواحد المدة ديال يومين الى 3 أيام وانت كتراقب، كتراقب من بعيد باش ما تعمل واحد باش تعملش واحد الازعاج للزوجين. واذا لاحظتي بان بدا كيطعم الانثى من الشبك فتبارك الله، ما لاحظتيش ماشي مشكل، نفس التصرف غادي نتصرفوا، غادي نغطيو في اليوم الثالث او الرابع غادي تغطي بالعازل ما يشوفوش بعضهم، غادي تبقى الانثى تنادي للذكر والذكر غادي يبقى ينادي لها، ومن بعد غادي يبقى يغرد تغريد قوي، غتزيد الجهوزيه ديال الذكر وغادي تبقى بهاد الوتيره هادي حتى تشوف بان الذكر بدا كيغرد وما كيوقفش، غادي يكون في قمه الجهوزيه، يعني تبقى هكذا حتى
تدوز مثلا 6 ايام 7 ايام 8 ايام او 15 يوما الى ان يجهز الذكر، لان اذا ما جهزش الذكر راه كتضيع وقتك تدخلو على الانثى. متفقين؟ وهنا راه نكون متاكد اذا كان الذكر والظروف ملائمه فراه هو غادي يجهز في ظرف 10 ايام غادي يكون واجد والانثى قبلت به وغادي يكون عندك واحد التجاوز ناجح. عندي انثى وضعت البيض بدون ان تبني العش، بلا ما تجمع العش، والاخ كيقولنا شنو المعمول؟ شكرا الاخ على السؤال. وهنايا في هذه الحاله هذه الانثى فراه اكيد كتكون بكريه او لا ما عندهاش العش. رانا غادي نطرح انا واحد السؤال باش نعرفوا هذا البيض واش صالح او لا. هذه الانثى هذه واش معها الذكر؟ اذا كان معها الذكر فراه اكيد غادي يكون لقحها، لان اذا وضعت البيض فراه هي كتكون قابله بهذا الذكر وان الذكر لقحها، فراه بهذه الطريقه هذه فراه غادي تبدا توضع البيض كل يوم. هنا في هذه الحاله غادي تشوف داك البيضه اللي وضعت هي في ارضيه القفص ولا في العلافه ديال الاكل ولا في اي مكان غادي تشوفها واش مازال صالحه، تكون ما تكسرتش ما تهرساتش. غادي تهز داك البيضه اذا كانت مازال صالحه غادي تحطها في الاكل كيف ما من بعد غادي نعمل لكم واحد المقطع كيفاش كنحتفظوا بالبيض كتعملوا في الاكل ديال الحبوب ديال الفراخ. فراه كاين واحد الفيديو في القناه غادي نحاول نخليه لكم في صندوق الوصف، طريقه ديال تغيير البيض ووضع بيض بلاستيكي. وغادي تجيب العش وغادي توضعوا الانثى، اذا كانت ما بناتش العش غادي تعمل لها فيه الخيوط، تحاول تدور غير القليل من الخيوط وغادي تحطو وغادي تحط فيه واحد البيضه بلاستيكيه. بهذه الطريقه الانثى كتعرف هذا هو المكان ديال البيض. اذا وضعت ثاني بيضه خارج العش ماشي مشكل، غادي تحاول حتى هي تهزها وتجمعها تعملها مع الحبوب بالطريقه الصحيحه، ومن بعد تحط لها بيضه بلاستيكيه في نفس داك العش اللي عطينا لها حتى تكمل وضع البيض. البيض اللي تكسر غادي ترميه فراه ما كيكونش صالح. هذه الطريقه اذا معها الذكر، اذا ما كانش معها الذكر فراه غادي توضع لك في الغالب بيضه واحده وغادي توقف، لان الانثى اللي ما كيكونش معها الذكر كتعطي داك البيض ديال الجهوزيه الزائده كتعطي بيضه واحده ما كتبقاش غير كتنزل في البيض. هذه هي الطريقه اللي غادي تعمل باش تنجح مع هاد الانثى هذه. اذا شتي هاد الانثى ما كطلعش من داك العش ما كتحضنش داك البيض فراه هنا غادي تحيد الذكر على هاد الانثى وغادي تخليها وحده، ومن بعد غادي تعطي داك البيض لشي انثى اخرى حاضنه باش ما يضيعش داك البيض. ما عندكش الغالب الله فراه ما يمكنش يعني تخرج هاد البيض اذا ما عندكش انثى اخرى. هذه هي الطريقه الوحيده، وهاد الانثى هذه كيخصها تتعلم تجمع يعني تجمع العش وتوضع البيض في العش. فراه غادي تخليها لوحدها وغتخلي لها العش بلا ما تعطيها الذكر وتخليها حتى تبدا تبني في العش بوحديتها، تخليها المده اللي بقات، لان كاين اناث راه عمرها غادي تنزل لك في العش. راه الطيور او يعني طيور الكناري او الطيور بصفه عامه كل واحد والشخصيه ديالو كل واحد والتصرفات ديالو، فراه ضروري غادي تصرف مع كل واحد بالطريقه اللي كيخصو تصرف معاه بها. وراه كاين اناث اللي ما كيصلحوش للتزاوج وكاين ذكور ما كيصلحوش للتزاوج، ولكن اذا كانوا واحد الطفره اللي هي جميله وكيخصك تفرخ منها فراه كتخرج منها البيض وكتعطيه لاناث اخرى اللي كنقولوا عليهم الازواج الصلاحين او الاناث الصلاحات اللي غادي تصلح لك داك البيض وغادي تحضن عليه وغادي تطعم داك الفراخ الى اخره. السؤال الخامس يقول هل ينفع نقدم مع الخلطه خلط تفاح او نضيفه مع الماء في المشربيه؟ انا الاخ كيسول واش الخلطه يعني هنايا الخلطه ديال الخضار او الخلطه ديال البيض او الكسكس الى اخره، واش نعملوا معها خلط تفاح؟ هنايا انا كنقول لكم بان الطريقه ديال تقديم خلط تفاح نقدموه هي في الماء في المشربيه ديال الماء باش كينتفع منه الطائر يشرب داك الماء وكيكون فيه داك خلط تفاح، وبهذه الطريقه كننقصوا من الحموضه ديال الجسم. وانتم كتعرفوا النتائج ديالها، اللي ما شافش الفيديو يرجع يشوف فيديو ديال الحموضه، اولا كنعملوه في حوض الاستحمام باش كيعطينا واحد اللمعان الريش وكيعقمنا يعني اذا كاين شي جراثيم في الريش ديال الطيور حتى هي كتحيد من الطيور. ولكن الخل ديال التفاح كنستعملوه مع الاكل، كنعطيوه مثلا مع الخضر، خضر مثلا بعد الغسل الى اخره كنخليوها في الماء واحد 10 دقائق معها خل ديال التفاح، بهذه الطريقه كنعقموا داك الخضر اولا داك الفواكه.
ولكن باش نضيفوه مع البيض او مع الكسكس او خلطه اخرى ديال الباتي مثلا الصناعي اللي كنشريوه الى اخره، فكنقول لك لا يا اخي من الاحسن ما تعملش هذا الخلط هذا. السؤال السادس يقول: ما هي فوائد الكسكس للكناري؟ ظل الفيديو السابق اللي ما شافش الفيديو وعملنا واحد الخلطه ديال الكسكس للكناري، وكاين العديد من الناس كيقولوا بان الكسكس فراه هو غير كربوهيدرات وراه ما كينفعش الطيور وراه هو بالعكس كيضر الطيور. هنا غادي نقول لكم الفوائد ديال الكسكس. الكسكس غني بالسيلينيوم، غني بالبوتاسيوم والالياف، وفيه نسبة قليلة من الصوديوم، وغني بالبروتينات والكربوهيدرات. ركزوا لي هنايا مع البروتينات والكربوهيدرات، وفيه فيتامين B6 ومعادن أخرى بنسب قليلة. وبما أنه غني بالكربوهيدرات والبروتينات فخصنا نقدمه للطيور ديالنا ماشي دائما، يعني خصنا نعطيوه للطيور مرة في 15 يوم مرة في 20 يوم، يعني 15 يوم فما أكثر. أن إذا قدمته قل من هكذا، يعني إذا كنتي كتقدمه يا غتعوضه بال يعني غتعوض الباتي بالكسكس، فراه الطيور ديالك غادي تصاب بالتشحم، غادي تصاب بالدهون، لأن الكربوهيدرات والبروتينات فراها كتزيد وزن الطيور، وبالتالي غادي تكون عندك مشاكل ديال التشحيم مع طيور الكناري. وهنا الأخ غادي يشارك معنا التجربة ديالو، كيقول: كنت أعطي بعض الفراخ في بداية الفطم العام الماضي الكسكس كل يوم تقريبا مع البيض المسلوق، وهي أول بداية لي في الإنتاج، لكن بعض الإناث مع الوقت اكتسبت دهون زائدة حتى مع بلوغها 6 أشهر، مع أني حاولت معها باتباع نظام لإزالة التشحيم لكن لم ينفع وماتت، لكن الذكور لاحظت أنها لا تتشحم إلا بنسب قليلة. شكرا الأخ على مشاركة التجربة ديالو. فراه هنايا كنعرفو كيف ما قلت لكم بأن الكسكس إذا قدمناه بزاف فراه هو غادي يضر الطيور ديالنا. هو فيه منافع كثيرة، ولكن بما أنه فيه نسب كبيرة من البروتين والكربوهيدرات فراه نعطيوه مرة في 15 يوم أو أكثر. متفقين إخواني؟ كان هذا السؤال السادس. هذه هي الأسئلة ديالكم، أنا اخترت غير هذه الأسئلة، كاين أسئلة أخرى غادي نحاولوا نطرقوا لها في مقطع قادم إن شاء الله. ولهذا كنطلب منكم تخليوا لي الأسئلة ديالكم، رانا كنجاوب عليكم في التعاليق ولكن كنعمل عليها مقطع باش نعطي أجوبة بالتفصيل لكي تعم الفائدة للجميع. كالعادة كيعجبك هذا المحتوى خلينا اشتراك في القناة أو متابعة للصفحة من الفيسبوك، لايك إعجاب الفيديو، شارك الفيديو مع الأصدقاء ديالك لكي تعم الفائدة، والتعاليق ديالكم الجميلة والمحفزة. أتمنى أشوفكم في صحة جيدة في مقطع قادم إن شاء الله. إخواني